مساء الخير. هبت على لبنان رياح خمسينية حارة ومغبرة أدت إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق 35 درجة وفوق معدلاتها السنوية، وهالرياح الحارة تجي من صحار الدول العربية المجاورة، ونتيجة ارتفاع درجات الحرارة شبت حرائق كبيرة ببعض المناطق اللبنانية بإحراج مناطق بطشاي وبعبدة ووادي شحرور، قضى على عدد كبير من أحراج صنوبر وقربت الحرائق لحد البيوت، مما أدى إلى حالات اختناق بصفوف الأهالي، كما اندلعت حرائق أخرى بمنطقة دوحة الحص وعرمون، وسارعت فرق الدفاع المدني إلى إخماد النيران. والرياح الحارة رح تنحسر الليلة وممكن تترافق بتساقط أمطار موحلة، بالعودة لطقس نحار وناشف مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة عالية والهواء متوسط السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 21 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة ومغبرة وحرارة مرتفعة فوق معدلاتها السنوية، ومنحذر من اشتعال حرائق كبيرة بسبب ارتفاع الحرارة، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة موحلة. لبكرة طقسنا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة موحلة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل على الساحل 19 درجة، على المرتفعات 17، بالبقاع 16 والأرز 9. وبنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية، 20 بعكار، مثل ما شايفين في انخفاض ملحوظ بكافة المناطق اللبنانية بكرة، صيدا 30، صور 26، بنت جبال 28، نبطية 25، رشية 27، زحلة 26، بعلبك 25، الأرز 13، الهرمل 30، والرطوبة عم تتراوح بين 20 و50%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و45 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية شرقية ناشطة. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ منشوف سوا لليلة 19 وأقصاها 33 بنهار، 3-16 وأقصاها 31 والأربعة بين 15 و27. ومنبقى اليوم ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، عمان 30، دمشق 30 والقدس 30، الجزائر 23 والرباط 26، ومنوصل إلى باريس 19 وبرلين 22. وهيدا كان كل شي. باي.